ليلة عصيبة عاشها أهالي محافظتي المحويت والحديدة بعد تسجيل عشرة الضحايا والمفقودين إثر الفيضانات التي شهدتها عدد من المناطق. ما القصة؟ تابع ببساطة لتعرف أكثر. انفجار حواجز مائية في ملحان وتدفق سيول الأمطار الغزيرة أحدث كارثة لم تشهدها المحويت من قبل، بعد تعرض عشرات المنازل للجرف والتدمير وانقطاع الطرق المؤدية إلى المديرية الجبلية. وفق إحصاءات أولية فإن عدد الضحايا تجاوز 33 شخصا، مع استمرار عمليات البحث عن جثث المفقودين وسط مخاوف من سقوط ضحايا آخرين مع تصدع عشرات المنازل في المديرية. وكانت مناطق عديدة في البلاد قد شهدت سيولا جارفة وانهيارات طينية وصخرية، منها ما تدفق من محافظة المحويت إلى الحديدة، حيث تسببت بانهيار عدد من المنازل والطرقات. في مديرية الضحي بالحديدة رفعت مكبرات الصوت في المساجد نداءات تدعو المواطنين لإخلاء المنازل منها القريبة من الأودية للتحذير من تدفق السيول الجارفة من الجبال. Thank you.